نرجع لكم مرة تانية وعايزينك عيل يشرف. شوف ابن خالتك شاطر ازاي، شوفي بنت صاحبتي بتساعد مامتها ازاي، شوفي فلانة بتجيب درجات الفول ماركس في المدرسة ازاي. طول الوقت الأهالي بيضغطوا على أولادهم بمقارنات بأولاد تانيين، وبيبتدوا يرسموا نموذج وهمي في عقل الأطفال إنه هو ده النموذج، فيبتدي البني آدم ده يكبر ما عندوش ثقة في نفسه، بيقارن نفسه ما بينه وما بين الآخرين. عايزين نشوف قصة، وطبعاً إحنا ما بنتهمش الأهالي لأن الأهالي في الآخر نيتهم سليمة، هم نفسهم يشوفوا فعلاً أحسن حاجة وبيتصوروا إن دي الطريقة الصحيحة. إحنا عايزين نعرف إلى أي مدى الطريقة دي ممكن تكون صحية، إمتى تبقى مضرة، نقارن أصلاً ولا ما نقارنش، كلمة أنا ليا مثل أعلى دي صح ولا غلط. حاجات كتير قوي هنعرفها تحت عنوان أو تحت بند أنت عيل يشرف أو عايزك عيل يشرف، هنعرفها طبعا من خلال ضيفتنا وهي دكتور ماري رمسيس الباحثة التربوية المتخصصة في المشورة الأسرية. أهلا بيكي، صباحك صباح الورد. أهلا بيكي يا مهنا، مبسوطة أنا أكون معاكم. صباح الورد، نورتينا. ازيك يا منورة، أنا طول عمري بستفيد من مشوراتك. ابدا معاكي بالفكره، طبعا احنا واخدين نموذج اللي هو فكره العيل اللي يشرف، نموذج للمقوله، لكن في مقولات تانية كتير. ده بيودينا لفكره المقارنه، هل المقارنه جائزه في فكره التربيه بشكل عام؟ لا خالص، فكره فاشله اصلا، من الاخطاء الشائعه دايما، وتلاقي كل بيت بيتبعها بشكل، حتى لو عارف ان هو حاجه خطا انه دايما يقول طب بص اختك، حتى لو في حاجات بسيطه، خلصت الاكل قبلك، بص شاطره مش عارفه رتبت هدومها، حتى لو هي كانت ماما قصدها قصد زي ما انت بتقولي دايما يا مها، دايما بيبقى القصد ايجابي، بس هما مش بيبقى فاكرين ان النهايه بتبقى بتسيب اثار سلبيه على نفسيه الطفل، خصوصا ان هو بيبقى حاسس انه طب ليه انت ما بتقارنيش بنفسي؟ يعني انا دايما لو هنتكلم في المقارنه يبقى نقارن الطفل بنفسه، مستواه بيتطور ولا لا، السنه اللي فاتت كنت افضل في كذا، فهمني؟ لكن هو مع حد غيره منطلق ونوريك النموذج الافضل؟ يعني النموذج الافضل اصلا اذا كان اصلا الله خلقنا كلنا مختلفين، صح. يعني حتى صوابع الايد وحتى في شكلي مفيش بصمه زي الثانيه، الله عليك، النص التشريح نص الوش هنا غير نص الوش مختلف. هنا لما بنشوف ناس من عظماء التاريخ، لو قلنا اوبرا وينفري انا عارفه انك بتحبيها قوي، وطفولتها كانت قد ايه تعيسه، ما يعني مفيش تشارلز ديكنز، لما بنتكلم عن طه حسين العقاد، الناس دي كانت طفولتهم حقيقي صعبه وما كانش في حد فوق دماغهم عمال يقول لهم بصوا وعملوا وروحوا، قدروا ان هم خرجوا بقى صحيح. من ذاتهم ومن الانبياء الكذبه ساعات في حياتنا بتدمرنا. انت تطلعي بنت فاشله، انت ولد غبي، انت عارفه فكره انت مش تعملي حاجه صح بالظبط، كل حاجه خايبه فيها كده، انت دايما كده على طول مهزوزه. هي الفكره في كده، احنا دايما بنعمل صوره ذهنيه لاولادنا خاطئه جدا، فكره ان انا اشوه الصوره الذاتيه للطفل، وخصوصا ان بيجي من اكبر حاجه في الحياه بحبها ماما وبابا، صح. اكتر ناس المفروض ان هم يكونوا انبياء صادقين مش كذبه، فلما انا ما ادعمش ابني وما ادهوش احساس بانه فخوره بيك حتى لو هو لسه صغير، دايما اقول فخوره بيك. الموضوع عجبني قوي فكره ان ابني يشرف. على فكره الله لما اداك هديه اداك هديه تشرف، انت لازم يكون جواك الاحساس ده، ولازم تكون جواك يا ماما الاحساس ان فعلا هتكون هديه مثمره، صحيح. الله ما بيديش حاجه وحشه حتى لو انت بصيت لها على انها هديه مش لامعه زي لو الناس الفلانيه. لو اتكلمنا على نقاط، اول نقطه ما نوجهش انتقاد لاولادنا خالص، الانتقاد يبقى ايجابي، ان انا ابقى بتكلم بشكل ايجابي، الله عليك. عارفه مثلا هنعمل زي لعبه، ثلاث بولات ايس كريم، بولتين عمل مهمه او مسؤوليه، بص برافو انت عملت الحكايه دي حلو قوي بنظام وفي وقت قياسي، بس كان في احتياج معين ان انت تاخد بالك المره الجايه من كذا، تمام؟ يبقى انا بتكلم في فكر في فكر ان انا بشجع وبقيم وعندي احتياج، ما فيش حد ما فيناش عنده الفول يعني كل حاجه مظبوطه، فعندك احتياج في المره الجايه ناخد بالنا من الحته الفلانيه. ده اسمه انتقاد بيشجع، ابدا بالايجابي ايجابي دايما فالصوره تبقى حلوه. الله، يعني انا اتبسطت يا ماما مني النهارده لما رحت عملت ده، حبيبي طبعا ده انت كنت متميز اول مره حاجه تعملها، انا فخوره بيك قوي، شايفاك في المستقبل عظيم وهتكون ليك دور عظيم. كل ما كانت ايجابي ان انا بسلط الضوء على الايجابيات، كل ما بحرص في المستقبل سلوكيات ايجابيه، لكن طول ما انا نقطه كمان دي علاقه بالجزئيه دي، فكره ان انا دايما اربي واتيح مساحه من الحريه، ما ينفعش ابدا طول الوقت اعمل ده
ذاكر اكتر كلمه بتخنقنا واحنا صغيرين وافتكري اكيد ذاكر ومبدئيا ما بيقولوش ذاكر ليه لا هو ذاكر في كل يعني وذاكر ما تعملش حاجه غير انك تذاكر ايوه نرجع المدرسه هو بيقول باب الاحتياط فمبدئيا ما بتبقاش الاوردرات دي ما بتبقاش هو الطفل عمال يقول طب ماشي اوكي لكن اللي انا قلت ذاكر ليه ولا عشان ايه ولا عشان خاطر ان انت كل الناس اللي اتعلمت نورت الطريق بتربي له عقليه انه بياخد اوامر وينفذها بدون روبوت. نقاش ايوه برافو عليك ما عندوش مثلا العقليه التحليليه مش بتنمي عنده ليه طب عشان بالزبط. ايه يعني يبتدي يوسع مداركه وبنرجع ودي. لازمه التعليم يقول لك حافظ مش فاهم ودي ابشع حاجه بتتعمل في التربيه انك تكون بتربي انسان مطيع هو فاكرين ان انا لما بربي انسان طفل مطيع ده طفل مثالي يا بصي بنت مثلا كذا قاعده مربعه ايديها وجميله عايزه اقول ان دي خدعه كبيره صح. الطفل اللي قاعده مربعه ايديها كل علم النفس بيقول ده مش طفل سوي يعني دي انانيه مفرطه من الاهل ان انا في مقابل ان عايزه اريح دماغي من الزن برافو عليكي تسلط انا عايزه الشكل الفلاني يطلع النتيجه الفلانيه بدون بقى ادخل في تفاصيل ان الشخصيه في الاخر مش هتبقى سويه بس انا ريحت دماغي وبقاش ما بقتش اجاهد وانادي واحاور ما عنديش الطقطان ده زي اللي بترمي ابنها قدام التلفزيون او التابلت وخلاص من غير ما تعلمه ثقافه انتقائيه ازاي ينتقي الحكايه اللي هتفيده والحكايه اللي هتضره يبتعد عنها طب انا هسالك سؤال احنا دلوقتي عشان نربطها باللي بيحدث احنا دلوقتي داخلين موسم دراسه جديد وموسم الدراسه ده بيبقى فيه خلينا نقول احيانا تجارب ناجحه وتجارب فاشله او سقطات نتعامل معاها ازاي خاصه ان احنا لينا برضو في التاريخ انه نماذج كتيره من الناس ما كانوش ناجحين دراسيا لكن نجحوا حلوة. في الحياه العمليه يعني. هو مبدئيا ما فيش حد بينجح الا لما يكون خط تجربه الفشل زي اديسون لسه كنا ذاكرين فكره اديسون ده كان عنده مشاكل كتيره قوي في الدراسه ولما كان ساعتها ما كانش في حاجه اسمها صعوبات التعلم كانت كلمه جديده اتشخصت بعد كده في الخمسينيات من القرن لكن مامته عملت ايه قالت الجواب بتاع الرفض بتاعه بشكل ايجابي جدا قالت له واو تذكي جدا وسابق التلاميذ اللي معاك فعشان كده هنكمل تعليمنا هنا مفيش طعم فشل مفيش حد ما خدش الطعم ده بس هي الفكره بقى انت يا ماما قادره تخلي تنمي جواه قوه التحدي والاراده انك تكتشفي ثمار تانية المدرسه يمكن ما اكتشفتهاش اصل الله خلقنا على فكره عندنا ذكاءات مختلفه ومتنوعه عشان نكمل بعض مش الذكاء التحصيل الدراسي ده هو اللي هيخلي انتوا عارفين الـ 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 المثير في الموضوع ان انا عشان اكون ناجح في حياتي محتاج قد كده من الذكاء العقلي 20% بس يعني الناس اللي بتجيب الفول مارك ما تفرحوش بيها لما هتجيب هتطلع للحياه ولو ما كانتش عندها مهارات اخرى مش هتعرف تنجح لان محتاجين بقى مهاره كتيره اسمها مهاره الاجتماعيه او الذكاء الوجداني او الانفعالي ده مسمياش اذكى مخلوق بيعرف يستخدم 20% من مساحه المخ هو الدولفينز البني ادمين اقصى حاجه وصلوا لها 5% بس الله عليكي ولو وصل لمرحله انه شغل دماغه ل 100% ده هيختفي زي السرعه والله زي ما في دي يمكن في فيلم لوسي من الافلام الشهيره قوي اللي اتعملت تحديدا عشان تتكلم على يعني قدره العقل البشريه العظيمه جدا وان احنا اصلا ما وصلناش لمرحله ان احنا نشغلها 20% اساسا تمام ففكره ان انا اجيب الدرجات النهائيه انا واقف عند اول مستوى اسمها الحفظ والتلقين بالظبط وفي الحياه لو ما كانتش جنبي مهارات اخرى ووالدتي بتدعمني وبتكافئني وبتربيني على اي حد لازم يكون عنده طعم النجاح عنده قوه الاراده تحدي مثابره انه فاهم الدنيا هتمشي ازاي ناس كتيره بنشوفها يعني شغالين جدا وعباقره جدا بس ما بيعرفوش يتعاملوا مع البشر ده يعني حقيقي. هم بس كده انتي سوشيال او لونر يقول لك يعني بالظبط فماما ما تفرحيش بالدرجه لان الدرجه دي مش مقياس ابدا مرات يكون واخدها بالغش مرات يكون واخدها عشان خاطر الامتحان كان سهل قوي او العكس او لو سقط مثلا ما اشتهيت المطاف ما تفرحيش بالظبط ما تزعليش قوي لانه هنخلي وندعم ودايما باصين على انه رسالتك عظيمه انا شايف في المستقبل حد جميل وعنده رساله وهدف وهيبني مستقبله وهيبني مستقبل مصر دايما اقول كلمات ايجابيه اللي بيحصد ده اللي بيزرعه بيحصده حصد زرع فشل هيحصد فشل زرع كلمات سلبيه هيحصد يمكن اديسون لما ذكرتي المثال بتاعه عبقريه والدته في الحقيقه ان الست العظيمه دي هو ما شافش الجواب ده من المدرسه غير بعد ما توفت لقاها في حاجتها وكان خلاص كبر وبقى عالم و الى اخره ايه تاني ممكن اعمله مع ولادي عشان اعرف اخليهم يطلعوا كل المواهب اللي عندهم ويبتدوا يوصلوا لاعلى مراحل قوتهم غير ان انا اتكلم ايجابي في حاجه تانيه ممكن طبعا مبدئيا اي انسان عشان يطلع عنده ثبات انفعالي ومتانه نفسيه كويسه لازم يكون
بتتشبع من احتياجات أربعة: الاحتياج الجسدي، الاحتياج العقلي، الاحتياج النفسي أو العاطفي، والاحتياج الروحي أو الديني. يعني الأربعة دول لو ما تسددوش بشكل إيجابي، ومعظمنا بنركز على حاجتين قوي في التربية، إن أنا أأكله أحسن أكل وأوديه أحسن مدرسة، وبننسى أكتر حاجتين هما بقى اللي بيصيغوا نجاحه في المستقبل: الاحتياج النفسي والاحتياج الروحي. لو ما عندوش مشبع بسلوكيات إيجابية ونفسية سوية، ويكون مبسوط وشايف الحياة جميلة وعنده طاقة إيجابية حتى فهو في وسط الظلمة، شايف إن في نور هيشرق، مش هينجح ومش هيعيش حياة سعيدة. فبالتالي الأهالي اللي بتركز على فكرة الاحتياج الجسدي، الرعاية والنظافة ومعرفش إيه والرياضة والكلام ده كله، وإنها تدخل أحسن مدرسة وما عملتش الجزء التاني اللي أكتر أسلوب في النجاح، يبقى هي كده ما بتعملش حاجة. يبقى أنت دورك رعاية. ده أنا عايز أقول لك، لو عملتي موضوع الرعاية ده حتى مع الحيوانات، يعني هم اكتشفوا أن الحيوانات كمان نفسيا بيتعبوا، يعني حتى الحيوان يعني كمان كمخلوق من المخلوقات لازم تراعي الحتة النفسية، مش مجرد بس توديه عند الدكتور وتأكليه وترميه لوحده. إن ما تعاملتيش معاه بالأحضان والحب والدفء، هو كمان مش هيبقى. فما بالك الإنسان. بالظبط. عشان كده بنقول دايما لازم ناخد بالنا قوي من تسديد الاحتياجات النفسية والروحية لأولادنا. القصص بتاعت التعليم وان انا اجري على احسن انترناشونال ولا مش عارفه امريكا، كل ده في الاول في الاخر تحصيله حاصل قناه، مش هيطلع اكتر من 20% نجاح مثلا. لكن النجاح التاني هيجي من فكره ان انا طول الوقت بعمل احتياجات وبسدده وبطلعه عنده صحه نفسيه سليمه، وبالذات لانه فكره الدعم النفسي او الاحتياج النفسي دي اعتقد ان هي دي المدخل الاكبر لكل العقد النفسيه في صحيح؟ يعني نقطة بالذات عدم تقدير الأب أو الأم، أو عدم مثلا إحساسهم بأنهم فخورين بابنهم أو بنتهم، ده بيولد كم كبير من المشاكل، يوصل لحد الجرائم أحيانا. يعني شفنا العقدة دي في كل الدراما تقريبا أو في كل قصص المشاهير. يعني مظبوط جدا، يعني فعلا فكرة أن أنا ما بقاش حتى قابل ابني وهو حتى في عز الخطأ، لا مش هدي أحضان، مش هدي مكافأة، مش عارفة إيه، برفضه، ما عنديش فكرة الحب الغير مشروط، ان انا بحب ابني حتى وهو غلطان. ونلغي خالص من قاموسنا مع ولادنا ان احنا نقارنه، شوف ابن خالتك، شوف صاحبك طبعاً، شوف جارك، شوف زميلك في الفصل. احيانا في اهالي بيلجأوا للكذب، يعني يقول صورة خاطئة عن ابنه للتفخيم فيه. انا ضد ده. هل ده صحيح؟ مبدئيا انا هعلمه كذب. يقول لك ده دايما من المتفوقين وهو مثلا لسه صغير. بعمل بطل مزيف. مبدئيا على فكره في اهالي كانوا اصلا ساقطين في المدرسه ودايما يقولوا لاولادهم احنا كنا الاوائل. تقريبا كل العائلات قالت لاولادها انهم كانوا الاوائل. طب الاواخر فين؟ انا مش عارفه. مصر كلها اوائل يا شباب. فكره ان انا امدح كذب، لا انا امدح بصدق. يعني يكون فعلا في حاجه ايجابيه وعيني عليها وامدحها عشان خاطر يبقى من جواه حاسس انه انا فعلا عندي حاجات حلوه تتمدح، وفي نفس الوقت ما علموش الكذب، اقعد اقول ده طلع من الاوائل، ده اشطر واحد في الفصل، ده طلع في الاولمبيات، ما اعرفش ايه. لا خالص، امدحي على الحاجات اللي موجوده عشان فعلا لا يتعلم الكذب ولا يكون بطل زائف ولا يكون بطل من ورق ولا بالعكس. عشان ابنك ما يطلعش في الاخر نصاب يشرف، لا عايز يشرف، فما نقعدش نقول حاجات مش موجوده فيه. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ماري رمسيس، الباحثه التربويه المتخصصه في المشوره الاسريه. صباحك صباح الورد. وصباح الورد يا حسام. صباح الورد. صباح الورد على حضرتك. ويمكن في النهايه ما نقدرش نقول ان كل اسره عندها عيل بيشرف، الفكره انت بتتعامل ازاي مع تجارب النجاح والفشل، والتعميم دايما يؤدي الى كارثه. اشكركم ونشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير وصحه وسعاده، وصباح الورد مره ثانيه.